القصة دي يمكن مهمة جدا ومهمة ليا بشكل شخصي، لأن أنا من محبي القهوة. وفي واحد بالأخبار بتقول أنه عندنا نقص كبير في مخزون القهوة في مصر، لدرجة أنه يكاد يقترب من الانتهاء، وأنه المخزون مش هيتجاوز شهر واحد. ده أحد الجرائد نشرت الكلام ده، والبعض بيشير إلى محلات البن بتجد صعوبة في الحصول على القهوة، لأن طبعا جزء كبير منها مستورد، سواء قهوة أثيوبي برازيلي هندي وات ايفر. فعايزين نعرف إيه حقيقة هذا الموضوع، ولأي مدى فعلا محلات القهوة متضررة في مصر. هل كمان السعر بدأ يزيد، لأنه في تقارير بتقول إن السعر بدأ يزيد. فخلونا ناخد الأستاذ حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا أستاذ حسام، أهلا بك وأهلا بك. أنا ببدأ يومي بالقهوة، فطمني عن الموضوع ده. والله يا فندم أنا خايف إن المستهلك المصري يفقد فعلا فنجان القهوة اللي متعود المزاج الكيميل بتاعه كل يوم يعني. نعم معلش قول تاني حضرتك، أنا آسف. انا خايف بقول لك ان المستهلك المصري يفقد فنجان القهوه. يعني ده يعني هو اللي انا بقوله ده صحيح؟ انا افتكرت انه في قدر من المبالغه الصراحه. نقص فعلا في المخزون حدث في البن عندنا، وده نتيجه طبعا بدايه يعني كان في العام الماضي واخر العام الماضي وبدايه العام الحالي كان في حصل صقيع في البرازيل مما اتلف اكثر من 25% من المحصول، واسعار النولون طبعا اتغيرت، واسعار الشحن واسعار البضائع، كل الكلام دوت غالي، فده هو اللي ادى لكن الازمه الحقيقيه دلوقتي ان احنا المخزون بتاعنا بينقص ليه؟ طبعا عشان ما فيش سرعه تدبير، مستندات موجوده وما فيش سرعه تدبير والاستيراد. في الاستيراد. احنا بنستورد عاده قهوه منين؟ من البرازيل ومنين؟ احنا بنستورد من البرازيل ومن كولومبيا ومن اندونيسيا، فيتنام، الهند، كل اثيوبيا، كل البلاد دي بنستورد منها يعني الغالبيه العظمى يعني، لكن في طبعا بلاد تانية، بيرو برضك بنستورد منها، جواتيمالا كده يعني. جميل. والبن طب كل الاسواق دي فيها مشكله، ولا في اسواق فيها مشكله واسواق ما فيهاش مشكله؟ لا هو الحقيقه طبعا هو بس البرازيل كان فيها مشكله واتلف المحصول 25% تقريبا منه، مما ادى طبعا لارتفاع سعره، وبالتالي البلاد كلها ابتدت ترفع الاسعار بتاعه البن بتاعها. يعني هم بره بيرفعوا اسعار البن. لكن طبعا السبب الرئيسي طبعا في نقص المخزون ان الدوره بقت قليله دلوقتي، وسلاسل الامداد وحركه النقل العالمي وكله مسمع في كله، النقل العالمي وقله خروج بردك يعني، بردك بتاخد وقت في خروج البضائع والكلام دوت، هو ده اللي بيخلي المخزون يخلص فعلا من الاسوأ. طب احنا ما عندناش بدائل محليه، طبعا احنا جونا مش مناسب قوي للقهوه يعني. لا هو الحقيقه ان جو البن بالذات عايز درجه حراره مرتفعه ودرجه رطوبه مرتفعه. ما مفهوم طبعا حضرتك، فمفيش بدائل، مفيش بدائل يعني. لا احنا بنستورده 100% من بره يعني، 100% بنستورده من بره. وبرضك احنا كشعبه بن برضك بنطالب ان البن دوت يكون سلعه اساسيه. مين فينا ما بيشربش بن؟ ده حضرتك انت بتخش. طب هل السعر بدا يزيد طيب ولا ايه بقى يعني؟ قول لي. طب المحلات عامله ايه؟ قول لنا كده. الاسعار فعلا يعني انا هقول لك على حاجه حضرتك، اي حاجه بتنقص في السوق لازم سعرها طبعا بيزيد يعني، نظريه عرض وطلب، نظريه اقتصاديه حضرتك. عرض وطلب. بجانب طبعا الاسباب اللي انا قلت لك العالميه، واخد بالك ازمه كورونا، وفيتنام قفلت التصدير فتره كبيره، واسعار النولون ارتفعت اكثر من 5 اضعاف، كل دوت ادى لارتفاع طبعا اسعار البن العالميه. طب الحل ايه بقى؟ الحل ان احنا عايزين يعني سرعه شويه في الافراج، في التدبير بتاعه العملات كده، عشان البضائع دي تخرج، في بضائع عندنا وعايزه تخرج من المواني، واخد بال حضرتك، عشان ان احنا نغطي العجز اللي في السوق. مفهوم. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. استاذ حسن فوزي رئيس شعبه البن بالغرفه التجاريه.